خوتي خواتاتي، ها واحد السلام عليكم. كيف نتوما؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا على خير وبخير. اليوم جبنا لكم ابارتمون من الحجم الكبير يا كهينة. لابارتمون اللي جبت لكم افيتو طونجي اليوم المساحه ديالها 105 المترو. العماره فيها جوج ديال الاسانسور، الدرج الرئيسيين الدرج الثانويين، فيها الباركينغ سوسول و تيتري. طبعا ما نساوش العساس والسنديك والكاميرا ديال السيرفيونس. فين جات هاد لابارتمون بالضبط هيدا؟ لابارتمون ديال اليوم كتواجد في شارع الجيش الملكي. فين بالضبط؟ في شارع الجيش الملكي او ما يسمى طريق الرباط حدا مرجان، قريب لي لاهل مجمع الحسني، ملعب ابن بطوطه، وقريب من حتى برانس وشارع مرتين ومع لي تونيل جدد هاتينا السونتريل. هاد لابارتمون كتباع بالفراش ماشي خاوية، يعني الثمن ما تقولوش انها ديالها خاوية ولا ما بغيتش فراش، كتباع بالفراش اللي فيها بكلشي اللي فيها. فيها 105 المترو والعمارة فيها جوج ديال كيف ما قلنا وجوج في الايطاج الثاني. ودابا ندخلو باش نشوفو لابارتمون ديالنا. لابارتمون طبعا من الحجم الكبير، نفكركم بالمترج وان فيها 105 المترو مترو، وكيف ما كتشوفوا مع الدخله كتبان لكم بان الفصاله ديال لابارتمون جات مقسومه على جوج، بارتي اللي كاينه ديال فيها الصالون وفيها وسط الدار، وعاد بارتي اللي فيها الكولوارات وجمع لي بيس ديال لابارتمون. كيف ما قلنا لكم هاد لابارتمون كتباع بالفراش ماشي خاويه، مع الدخله كيف ما راكم فاسي كاين ديجا الكونسولا، وهنايا كاينه المرايه. هذا خلاص تبع البيرو ديال الولد ديالو، غادي يديه ما غاديش يبقى هنايا. وكاين حتى السخان، ياك شوف السخان غادي يبقى، المرايات غادي يبقى، والفراش اللي غادي تشوفوا في الصالون كامل غادي يبقى، لا من ناحيه السداد ولا من ناحيه الطوابل ولا من ناحيه ديال الكوانات او الرو غيبقى، وتقريبا الفراش كامل غيبقى. غادي يتزال منهم غير هذا البيرو اللي كاين على الدخله، ويتزال منهم شي كراسه ديال بيرونيت. اي حيت البيرو ديال الابن هو اللي غادي يتزال، اما هي لابارتمون كيف ما غتشوفوها غادي يسديوها. الصاله تبارك الله راه فيها ستادر جوج الكوانات، جوج طبلات كبارين بالميسيتات وطبلات التلفازه بهذه الثريه، الساعه الحائطيه، يعني صاله وفرشة كامله مكموله مجهزه باحسن ما يكون. وطبعا الصالون كيف ما كتشوفوا راه المساحه ديالو كبيره لدرجه انهم حطوا فيه جوج طوابل، يعني باش تعرفوا المساحه ديال الصالون كيفاش عامل. وكيطلل على الفصاد الاولى اللي كاينه ديال لابارتمون اللي هي شارع كبير، يعني ما كاينش شي حاجه اللي غادي تغطي عليكم الشمس. كيف ما كتشوفوا لابارتمون مشمسه، ما فيهاش الغموله وما فيهاش البروده. لابارتمون كيف ما قلت لكم هنا فيها دو فاصاد، كاين هذه فاصاد رئيسيه وعاد كاين فاصاد اللي كتطل على لاكور ديال العمارات. لابارتمون جات في الايطاج الثاني، يعني ما كاينش الدرج بزاف، كاين جوج ديال الاسانسور ماشي اسانسور واحد، والعمارات نقيين كلاس وقرابين بزاف ديال المرافق العموميه. دابا نشوفوا الباقي ديال لي بيس ديال لابارتمون مع الدخله ديال الكولوار. كاين هذا الحيط هذا اللي نورمالمون لا بغيتو نتوما مثلا تزولوه نهائيا وتوسعوا بالدخله ديال الكولوار، اولا تستافدوا من هاد لابارتي اللي كاينه في هاد الجهه هادي وتزولوا هاد مثلا لارموار وتحطوا لي زيتاجير نيشان. وي ديريكتومون يديروا زيتاجير ولا يحيدوا الحيط كيف ما قلتوا يديروا ارموار كبير، يعني فكره غزاله. ديجا اولا مثلا يعملوا مثلا الرفوفه بالقفص باش ما يبدلوا من ناحيه ديال الخشب، حيت هذا ديجا في الظهر ديال الحيط كاين خزين. وي يعني في الظهر ديالو كاين خزين، كاين ماريو في كيستوكيو فيه. وي يعني اللي بغى يخليه غيخليه، واللي بغى كيف ما قالت لكم هنا يستغل هذه البلاصه غير كديكورات عاود ممكن. حق هذا الحيط كنظن انا من الافضل انه يزول. يزول باش يوسعوا الدخله ديال الكلور، يعني غير هاد لابارتي هادي ستيتوا، اما الباقي كيبقى ياك انت في الدرس انك تزول كل شيء، ماريو كل شيء. لا ماريو كل شيء، يعني تزول كل شيء. حيط ودار غير زيتاج مثلا مثلثات ولا. فكره ممتازه. ودابا ندخلوا نشوفوا الحمام الاولاني اللي كاين في لابارتمون. هنا كاين طواليت سيرفيس اللي فيه لافابو بالمرايا ديالو بالتواليت ديالو، يعني كيبقى غير سيرفيس، يقدر واحد يستغلو، يقدر واحد اصلا حتى هذا يقدر انهم يردو بيت ديال الخزين بالزيتاجير بكلشي بالمريو بكلشي. مثلا اللي ما كانوش غادي يحتاجوا نهائيا جوج طواليطات يخليو الدوتشا اللي كاينه برانسيبال، وهاد المساحة هادي نهائيا تزال، ويستعملو هنايا شي صالون مونجي ولا شي كليس ستيتوا عصرية. عندك الصح. وعاد جات قريبة الكوزينة ديال لابارتمون اللي تاهي فيها البالكون كطلل على لافاصاد الثانية ديال لابارتمون. الكوزينة مجهزة تاهي بأحسن ما كاين، بلي ماشين لا من ناحية ديال الفران لا هوط بوطا أونكاستخي، وعاد لي زوطخ ماشين مثلا النبيرة ولافادورة كنظن ياك. كاينة لافادورة، وهادشي كامل اللي كتشوفوه غادي يبقى من غير الميكرو أوند والكافاتيرا ديال الضوء.
هذيك غادي ديها يعني هو الغالبيه غادي يبقى يعني لابارتمون مجهزه مفرشه غادي تجيبي البليزه ديالك اللي فيها الحوايج تدخل تسكن انت وليداتك كاين عاد ابارتمون من حجم كبير يعني اللي عنده كثير الوليدات هذه هي الابارتمون بالنسبه ليه قريبه للمدينه صيفيه قريب ليها صديق خاصهم واشقى وتي دابا تهبط للسونتر فين مع التونيل راه ما كاينش مشكل دغيا غادي تهبط للسونتر طبعا جات في احسن المواقع اللي كاينين في طنجه شارع الجيش الملكي ليس هانوفر يعني لي زابارتمون اللي كاينين تما راه ديجا طالعين في الثمن بزاف راه واصلين ما بين من 9000 درهم و 2000 بشي راه تقريبا شارع الجيش المئوي تقريبا شارع الجيش الملكي رجع في السونتر فيل بما ان كزنايا دخلت لطنجه داكشي اللي كاين وابارتمون كبيره وغزاله ومفوجه او جوج ديال الفرشادات وقريب في كتلقى ابارتمون 3 شوم بالكراج سول ديالها وعاد تيتخي خاصه ان لي بيس ديال لابارتمون ما جاوش مضيقين يعني المساحه كاينه كبيره لدرجه ان كاين الكولوار فين تتحرك ما كاينش داك الشغل ديال مزير وكل بيت ستيتو وباقي عاد نكتشفوا البيوت تبارك الله راه كبارين كل بيت فيه مساحه ديالو وفيه يعني عامر بالحوايج وفيه الخوخ طبعا ما نساوش ان لابارتمون فيها دو فاصاد دو بالكون عاد كاين باركين سو سول سنديك عساس كاميرا سيرفيونس وعاد كطلع على الشارع الرئيسي اللي كاين في طريق الرباط او لا ماشي الشارع الرئيسي في طريق الرباط ان الشارع الرئيسي صافي ماشي ديال طريق الرباط شارع رئيسي شارع كبير ديال 20 يعني ما كاينش شي حاجه اللي كتغطي عليكم الشمس ولابارتمون كيف ما كتشوفوه ما فيهاش الغموله نهائيا هاد لا شوم كيف ما كتشوفوا راه فيها الماريو ديال تسلل بيبان السوده ديالو يعني شفت البيوت كامل فيهم ماريو الحيط هذا لافونتاج ممتاز ممتاز بزاف علاش ما تحتاجوش الماريو اللي غادي ياخذ لكم مساحه من ديال لا شومبر اولا المساحه ديال الدار كلشي كاين في وسط الحيط نتوما ما تحتاجوش تشريو ماريو ولا شومبر راه كبيره راه الزكامة بالكراسة بهذه الطاوله هذه يعني راه المساحه كبيره علاش كيف ما قلتي ما خدمناش المساحه ديال الماريو هما مستغلين هاد لا شومبر كشومبر برينسيبال ديال لي بارون بالحق بامكان الواحد مثلا اللي بغى هو انه يعمل ديال العواوج ستيت وين يعمل لي لي سي بروبوزي راه تما تقريبا يجيو ثلاثه ولا اربعه حيت لا شومبر كبيره او اللي يخليها بحال هيدا شومبر برينسيبال ديال الوالدين وعاد هنا كاينه لا شومبر الثانيه اللي بالبالكون هاد لا شومبر هادي هما عملوها كبيد الكلاس بحكم انه ما يحتاجوش لي شومبر ديال النعاس بزاف عملوا فيها هاد الفتيات هادو بجوج وهاد المرايه والزربيه هنايا اللي غادي يبقاو لكم ملي غادي تشريوهم من الاطلاحات اللي دخل عمل هذا البالكون هذا عمله كامل اونكاستري بزاز عمله بزاز الالومنيوم عمل الباب ديال الزاج الالومنيوم وحتى البالكون الاطلاله ديالو حتى هي بالالومنيوم والزاج وكاع الاطلالات ديال البياس اللي شفنا دابا من ناحيه الصالون لا الشومبر الاولى ولا الشومبر الثانيه كاملين بهم كيطلعوا على الفصاد الاولى ديال لابارتمون وهنا كاين حتى هو كاين ماريو ديال الحيط ديال حسن البيبان السده ديالو يعني قلت لك لي شومبر كاملين راه بالماريو افونتاج بزاف حتى اذا كانت واحد بحال هكا غيعملوا بيد كلاس يقدر يستغدو غير الفوطات وغير فين يخبى الحوايج او لا الا بغى يردو بيت النعاس الا كانوا عنده العواول وغادي يحتاج الشومبر الثالثه ديال النعاس هنا كنلقاو الحمام الرئيسي اللي فيه التواليت وفيه البانيو للدوشه
حنايا الدوتشا في هذا البانيو هذا هو اللي عمل الالومنيوم. الحق نتوما لا بغيتو حنا كي غير كنعطيوكم افكار على الاصلاحات اللي تقدروا يجيو، تقدروا مثلا تزولوا البانيو وتعملوا الدوتشا طويله وتستغلوا الباقي ديال المساحه ديال الحمام، او اللي كيعجبو البانيو يحتفظ بهذا الاصلاح هذا. هنايا راه حنا ماشينا لافيرا حتى هي غتبقى مع الدار، يعني كتبع بها الحمام كيف اللي شفتوا فيه غيبقى فيها. وعاد هنا كاين الحوض الثالثه. نفكروا المشاهدين وانا هاد الكراسه الجلد اللي شفنا في كاع لي شوم راه ما غادي يمشي يبقاو، هادو كراسه خاصين بالبيروات، يعني بالحق الباقي ديال الفراش غادي تديوه. هاد لا شوم هادي حتى هي راه كبيره تبارك الله، شو غير المساحه ديال الكاما مع الكراسه كبيره ومشمسه ومشمسه وكتطل على الفصاد الثانيه. يعني هادي هي اللي تصلح تكون لا شوم برينسيبال ديال الوالد بحكم انها كبيره مويد. فيها حتى هي مريو في وسط الحيط، وعاد بامكانهم انا مثلا تحط المراه كوكيته ديال الحلاقه، عاد كوكيته الجناب، يعني اولا مثلا شي كليسه هنايا فوتاي او مع الطبيله ستيتوا. والابارتمون مشمسه من جوج ديال الجهات ومهويه، يعني اذا فتحتي غير الطيقان ديال الدار كامله راه كيدور لك الكروندير في وسط الدار. علاش؟ حيت جوج الواجهات مقابلين مع بعضياتهم، يعني راه غادي تكون كما كتشوف راه ما كتعاني لا من غموله لا من البروده لا والو، واخا هي مده وهي مسدوده. طبعا ما نساوش ان السقوفه ديال الابارتمون كامل جاو بالقفص بالبلافون، يعني جاو ديجا من ناحيه الصاله ولا من ناحيه ديال لي جون كاملين دايرين بالبلافون وحتى الكلوه. فكروا المشاهدين انا لابارتمون فين جات بالضبط، جات في شارع الجيش الملكي او ما يسمى طريق الرباط، قريبه من مرجان، قريبه من اهلن، قريبه من برانستانيا، قريبه من شارع مرسيل ومع لي تونيل جداد هاتينا في السونتريل. فيها 105 متر، جات في الايطاج الثاني. العماره فيها جوج ديال لي سانسور ماشي واحد، فيها الدروج الرئيسيين ودروج ثانويين، وفيها لاكو في وسط العمارات، وفيها حتى الباركينغ سوسو اللي داخل في التيتر. والثمن ديالها هندا شحال؟ 115 مليون بالفرش. 115 مليون، فيها 105 متر، ثمن مغري حيت فيها الفراش وفيها ثلاثه ديال لي شامب وفيها هاد التجهيزات هادو كاملين. الثمن ديالها بالدرهم 1,150,000 درهم مغربي بالنسبه للناس اللي غتبقى تحول العمله ديالها. اذا عجبتكم هندا ما عليكم غير تعيطوا لنا في الارقام اللي كاينين في اعلى الشاشه، وحنا ان شاء الله غادي نجيبوكم تفيزيتوها. بغيتوا تسقسوا على هاد العقار ولا اي عقار كيتواجد في القناه ديال افيتو طونجي، ما عليكم غير تعطيو لنا الريفيرونس اللي كاين في اعلى الشاشه سواء في الواتساب سواء في التليفون، وحنا كنعطيوكم المعلومات الكامله عليه. الله يسهل عليكم اخوتي خواتاتي كاملين يا ربي، تعملوا الدور ديالكم ويفتح لكم بيبان الرزق ويسهل لكم في اللي كتمنوا يا ربي. وقولوا امين ونهاركم بروك.